للحسد. برضو عندنا من الدلالات بقى المهمة جدا العين. العين لقيتها على حيطة، لقيتها في صورة، لقيتها في أي شكل، العين اللي هي البشرية، عين حيوان، عين طائر، أي عين تظهر لك. اتفضلي. مش هقطع كلام حضرتك، بس أنا هنا العين بقى، العين العادية بتفرق هنا في وجود الألوان، يعني عين زرقاء، عين خضراء، سودة، ولا أي عين يا أستاذة أسماء؟ لا، العين الزرقاء والعين الحمراء. الزرقاء لأن الحمراء بتبقى ناتجة شوية من غليان الدم، أو إن في العصبية أو الحقد الشديد من الإنسان ده عليا، أو إن في حد بيحقد عليا حقد شديد جدا وحسد شديد جدا، لأن الحمار بتاع العين ناتج من غليان الدم أو من التهاب الأوردة. طبعا مش هندخل في تخصصات الأطباء هنا. العين الزرقاء كمان، لأن أحيانا اللون الأزرق بيدل على الحسد.